أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري لحضور المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة 2018-2019 والتي جمعت بين فريقي المحرق والأهلي في صالة اتحاد الكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية، حيث توج سموه النادي الأهلي بعد فوزه على نادي المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وأكد سموه على ما تتمتع به الرياضة في البحرين من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه، والذي كان له كبير الأثر فيما وصلت إليه الرياضة البحرينية لمراحل متطورة عززت من موقع البحرين على كافة المستويات، مشيدا سموه بالجهود الحثيثة لكافة الأندية التي تحرص على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في رفع اسم البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. وهنأ سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهوره لفوز النادي بلقب بطل كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة، متمنيا للنادي دوام التوفيق والنجاح في مسيرته بما يسهم به إلى جانب الأندية البحرينية في تحقيق التطور النوعي للعبة كرة الطائرة. وأشاد سموه بالروح العالية والأداء المتميز الذي أبداه الفريقان وبما شهدته هذه البطولة من منافسات قوية أكدت المستوى المتميز الذي وصلت إليه كرة الطائرة البحرينية في ظل ما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من دعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وأشار سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي عملت على زيادة وتيرة تطور الرياضة البحرينية عبر متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لهذا القطاع الكبير، منوها بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تعزيز التقدم الذي وصلت له الرياضة في مملكة البحرين. كما أثنى سموه على جهود الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة في حسن الإعداد والتنظيم لهذه البطولة والدور الكبير للاتحاد واهتمامه بكل النواحي الفنية والإدارية لهذه اللعبة التي حقق فيها أبناء البحرين نتائج مشرفة، متمنيا سموه مزيدا من النجاح والتوفيق لجهود الاتحاد البحريني للكرة الطائرة والأندية الوطنية لتحقيق مزيد من المنجزات على صعيد هذه الرياضة. وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في ختام اللقاء بتسليم كأس البطولة للنادي الأهلي وتوزيع الميداليات على أعضاء الفريق الفائز بالبطولة ووصيفه فريق نادي المحرق.